اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم عبر الصباح الشروق، ويتواصل هذا المدى الصباحي ويتواصل ايضا الجلوس مع عدد من الضيوف الاعزاء ايضا لمتابعه الاحوال المختلفه. نعم، يعني واحدة من العبارات اللي دائما بنقول تقبلوا تحايا فريق العمل الذي ساعدنا ونحن ننقل جهدهم. وعندما أتحدث عن الإنتاج الإعلامي أو الإنتاج الفني، في جنود مجهولين كثر جدا بيحرصوا أنه نحن نظهر بشكل لائق بشكل مناسب أمام المشاهد الكريم، ونقدم معلومات صحيحة، نقدم مادة مدهشة ومبدعة ومفيدة أيضا للمشاهدين. مجهودات كثيرة جدا في أقسام كثيرة وفي مجالات كثيرة، في التصوير، في الصوت، في الإضاءة، فنون الإنتاج، في والإعداد والسيناريو، وغيره من الأشكال التراتبية اللي في النهاية بيطلع منها عمل محدد. نحن بنشيل النجومية يعني للأسف، وبنتبختر على البساط، وهم مرات كثيرة الناس لا يذكرون فضلهم. جميل جدا أن تكون هنالك مبادرة تحمل عنوان شكرا، لتشكر كل الذين يجتهدوا أن يقدم العمل الفني بأكمل وجه بمختلف مسمياتهم الوظيفية. الحديث عن هذه المبادرة، أسعد أن يكون معنا أيضا واحد من فرسان الكواليس، واحد الجنود المعروفين جدا، ليس مجهولين يعني بكثير من أعماله اللي قدمت في الشاشات، المصور موسى أندرية. مرحب بك، صباح الخير وحبابك في قناة الشروق. بسم الله، كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة عيد المولد. مرحب بكم حبابك، احنا سعيدين جدا بك. انا سعد. الله يكرمك. طيب، مبادرة شكرا، خلينا نعرف والمشاهد برضه يكون معنا في الصورة عشان ما نعرف بالمبادرة. هي فكرة نبعت من زملاء يعملوا في مجموعة من القنوات الفضائية، في منهم اثنين او ثلاثة في قناة الشروق، اخونا امجد وضياء الدين والاستاذة اسراء عادل، في من التلفزيون اخوكم موسى اندريا، وفي محمد هو مخرج برضه الان في الاعلام الرئاسة. هي فكرة شكرا لأساتذة يعني قدموا لنا الكثير، متمنين ان الشيء ده يمتد لقدام اكثر ان شاء الله باذن الله تعالى. كبدايه بدينا باثنين من المصورين، بعد ذاك وجدنا انه في ناس برضه قدموا صوره جميله وقدموا برنامج كويس وقدموا يعني افلام زي ستموت في العشرين. قلنا برضه نقول لهم شكرا، وسلسله ارض السمر، فهي بدايه ان شاء الله باذن الله تعالى لتكريم اكثر ان شاء الله. العمل التلفزيوني ده فيه ارهاق شديد يعني بالنسبه لكم انتم بشكل مباشر، اللي الناس اللي بيجتهدوا انه الماده التلفزيونيه دي تكون مرضيه للمشاهد، مرات كثيره بمر عليها كده مرور الكرام يعني. لكن خلينا نتكلم عن قيمه انه انت بتقدم للناس معرفه، بتقدم للناس ادهاش، بتقدم للناس معلومه، بتقدم للناس فكره جديده في التلفزيون. ايوه، اول حاجه كونك تلقى زول يمسكك من يدك ويوريك يعني اساسيات شغلك، لابد اللي قدام انك تقدر تقول له شكرا. يعني وجدنا استاذ مرغني عجيب، ووجدنا خضر الفخام، هم اللي علمونا الشغل في 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 التلفزيون، هم اللي علمونا في انه كيف ندي صوره جميله للمشاهد السوداني. وجاء الوقت يعني اقل واحد فينا اشتغل قريب ال 40 سنه يكون خضر الفخام، تدرج في سلك الوظيفة حتى وصل مدير الإسناد البرامجي. ومرغني عمل في عدة مؤسسات إعلامية، يعني عمل في أنهار، عمل في مركز الرياض للإنتاج الإعلامي، وأنتج كثير من الأفلام يعني أدهش الناس يعني كان داخليا أو خارجيا. جا الوقت نحن نقول لهم شكرا، دي بداية إن شاء الله وربنا يعين. هتستمر بإذن الله. يعني أنتم الآن أيضا أصحاب رسالة، طالما أنتم في بيئة إعلامية مهنية رسالية، هناك كثير جدا من الشباب اللي بيتطلعوا للوصول لحجم ما تحقق يعني وما حققتم من إنجازات في العمل الإعلامي بصورة عامة، ما هي الرسائل اللي تضع في بريد هؤلاء الشباب؟ والله دار نقول أول حاجة نشكر الناس، هم حيين قبال ما تعودنا دائما بنقول للناس شكرا بعد ما يموتوا. فكرة تكريم برنامج أو سلسلة أرض السمر، لأنه المنتجين فيه هسه حاليا كلهم شباب،
يعني خاصة الطاقم الفني الموجود فيه، وستموت في الـ20 برضو شباب، كلهم شباب. يعني دعوتنا دائما انه زول يكرم بعد ما يصل الـ50 او ينزل المعاش او يموت حتى بعد ذلك يكرم. لكن الان دائما نقول يا اخي انتم شبابكم وفيهم الناس لسه في بداية طريقكم، قدمتوا شيء جميل يعني شيء اسعدنا، فنقول لكم شكرا. بيقبل يوم ذات لقدام انه يقدموا الافضل والاحسن ان شاء الله باذن الله. نعم. خلينا نتكلم شوي عن التلفزيون القومي. يعني يعني نحن كاعلاميين مرات كثيره بنحزن لما نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي الناس بيهاجموا التلفزيون القومي كمؤسسه. ويعني احنا دائما يعني على مستوى المؤسسات الصغيره بنقول لهم يا جماعه التلفزيون ده يعني مرات كثير بيكون مرغم يعني على ما يقدمه للاخرين، لكن يظل هو اللي خرج رجال ونساء أسسوا عدد كبير من القنوات الفضائية وقدموا الإعلام السوداني بسقف الحريات القصير زمان اللي ما كنا قادرين نرفع راسنا فيه ده، قدروا إنه يجتهدوا إنه يقدموا جزء بسيط جدا من الـ من الـ من الأفكار اللي بتخدم الرأي العام وبتقول كلمة الحق. يعني في وقت من الأوقات كان صعب جدا إنك تتكلم وما كان في حرية للإعلام بشكل كبير، ودي واحدة من أهم أسباب الثورة اللي حصلت، يعني حرية سلام وعدالة. نعم والله التلفزيون زيه زي المؤسسات الحكوميه، امنيتنا انه لقدام ان التلفزيون يكون حق الشعب السوداني، يعني ما تكون مسيطره عليها الحكومات ايا كانت الحكومه، تدي مساحه اكبر للحريه فيه اكثر. دي امنيتنا في المدنيه انه التلفزيون يبقى حق الشعب السوداني، يعبر فيه كل ما يعبر بالصوره وبالكلمه وبالاسم. التلفزيون القومي مدرسه من المدارس الاعلاميه الموجوده في العالم، يعني ما في قناه الان موجود في 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 العالم ما فيه زول من التلفزيون السوداني. كان بديناه من الشروق، القنوات السودانيه عموما، القنوات الاخباريه الموجوده هسه حاليا كلهم كان فنيين ولا القنوات العالميه العربيه، ايوه العربيه الاخباريه، حتى الاوروبيه، ايوه حتى الاوروبيه. فالتلفزيون مدرسه كبيره، صعب انه الناس يعني خاصة نحن الإعلاميين نقول إنه ما له فضل علينا، له فضل كبير، مدرسة من المدارس الإعلامية في العالم. عشان كده بنقول يا أخي الناس أساتذتنا الموجودين في المؤسسات دي لازم نقول لهم شكرا. كانت المبادرة في إنه يا أخي نقول للناس زيت شكرا. أمنيتنا أكثر إن المؤسسات الموجودة أو مؤسسات المجتمع المدني إنها تساعد الناس تقول موجود، ما ضروري في مجال الإعلام فقط، ممكن يكون في مجال الطبي. عندنا ناس في مجالات مختلفة، في مجال طبي، في المجال الثقافي، في المجال الرياضي، في المجال، يكون في تكريم لناس قدموا. نعم، كل من قدم وأبدع أيوة كل من يستحق أن يقال له شكرا على ما قدم. طيب ختاما وعلى عجالة نمضي، يعني نتحدث عن الاحتفاء، شكل الاحتفاء، زمانه ومكانه. الاحتفال ان شاء الله في المتحف القومي، ودي فيها رمزيه برضه للناس لمكانتهم، عشان نخرج من التقليد في انه الحياه تكون في صالات مغلقه دائما. فالمتحف القومي ان شاء الله الخميس قدم الساعه 7 مساء، امنيتنا انه يكون حضور وزير الثقافه والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح. البرنامج شكله بسيط خالص، في فيلمين بيتكلموا عن الأساتذة، عن عطائهم، عن جهدهم، عن مسيرتهم الإعلامية. في فقرات غنائية، في تكريم، وفي مفاجآت إن شاء الله بإذن الله. فقرات غنائية دي مؤكد طوال النجوم حيكونوا في لا إن شاء الله. نخليها مفاجأة بكرة إن شاء الله بإذن الله. الساعة 7 مساء في المتحف القومي 31 10 يوم الخميس إن شاء الله. بإذن الله. شكرا استاذ المصور الرقم موسى اندريا، شكرا لك، بارك الله فيكم، كتر خيرك، ان شاء الله يوم شكركم ان شاء الله.